السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله الملح وحلو. هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم حريره مغربيه بالترموميكس مع واحد السر واحد المكون سري نخلي لكم حتى الاخر باش كندور الحريره كتجي هكذا صحيه وما تتقلش. تابعوا معايا مراحل التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الحريره راها معروفه في كل بيت. عندي هنايا هي قطعه ديال اللحم لا كونتيتي اللي بغيتي. عندي القياس ديال الترموميكس هو 200 غرام ديال الحمص و80 غرام ديال العدس. توابل الخرقوم سكينجبير اللي بزار الملحه والسمن مطيشه ديال الحاك مطيشه بلديه جوج 300 غرام د مطيشه. عندي بوكي هنايا ديال القزبر. عندي شويه ديال الكرافس وعندي المعدنوس. ما عنديش طري المعدنوس عندي مقطع بصله وحده. غادي نبدا اول حاجه بالتدويره اللي غادي نخليها للاخر. عندي فيها مطيشه هكذا بقشورها بزريعتها مقطعه نصاص جوج مطيشات كبابرين. غادي ندير معها واحد شويه ديال الماء واحد 200 غرام تقريبا ونطحنها 30 ثانيه بسرعه 10. هي مطيشة طحنات. دائما القزبر كنخليه انا في تدويره ما كنطيبوش في الاول. نزيدو على مطيشة. غادي ندير 5 ديال التواني بسرعه 8. ها هو القزبر ما طحنتوش في الاول مع مطيشه باش يبقى باين مقطع. دابا هاد لا بريباراسيون هادي اللي غادي ندور بها الحريره غادي نخليها ريزيرفي هنايا. شللت لو بول شي شويه ما خليتش فيها مطيشه. دي هنا البصله وعندي الكرافس المعدنوس الا كان عندي حتى هو طري راه كنديرو مع الكرافس. دابا انا عندي مقطع ما غنزيدش نقطعو. غادي ندير هنا واحد 200 غرام ديال الماء. غادي ندير 5 ديال التواني بسرعه 8. ندير البصله تشلضات هي والكرافس. دابا غادي نضيف لها المعدنوس اللي عندي ديجا مقطع. هنايا غادي نضيف اللحم الحمص. الحمص قلت عندي 200 غرام والعطريه. غادي نضيف الماء حتى الماكسيموم. هكذا ندير 25 دقيقة مبدئية فاغوما سونس انفيرس ما نساوهش فيتاس اون. تدويرة غادي نضيف معاها مطيشة الحك باش نضيفها حتى هي حتى للاخر نخليها. والعدس من بعد ما تفوت هاد المدة غادي نضيف العدس ونزيد 20 دقيقة. بعد ما تسالات المدة الاولى غادي نضيف دابا العدس ونزيد 20 دقيقة فاغوما سونس انفيرس ميجوطاج. دابا غير ميجوطاج لان اللحم والحمص راهم طابو شي شويه باش ما يتهرسوليش. سالات هاد المدة هادي دابا العدس ها هي طابت. تقطعات الحمص وتقطعات ها هما. دابا غادي ندير تدويره. التدويره انا كندورها بالشعير. هاد الفكره هادي راها رائعه. نتمنى انكم تجربوا هاد الفكره ديال الشعير. هذا الشعير مفتول على اليد راه تيتباع في التعاونيات ولا تيديروه العيالات. عندي 100 غرام
100 غرام كتجيبها لي خفيفه، تقدروا ديروا نتوما حتى 120 غرام. غادي نرجع الترمونيكس وغادي ندير 15 دقيقه كافيه يعني للتدويره. فاغوما دائما سونس انفيرس، فيتاس ندير 0.5 باش داك الشعير يبقى اولى واحد، باش داك الشعير يدور شي شويه عاد نردها للميجوطاج. صافي غير داك الشعير تيهبط لي لتحت وكيدور مزيان كنردها للميجوطاج، ما تخليوهاش اكثر على ود اللحم والحمص باش ما يتهرسوش. هذه هي الحريره، كتجي هكذا، كتجي فنه وصحيه جدا 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 بهذا الشعير هذا. هذه فكره جديده. شوفوا لا كونتيتي اللي كيعطى الترموميكس، انا بالنسبه لي اللي كافيه جدا الاسره حتى ديال 6 الناس. حريره صحيه ولذيذه بزاف وسهله، نتمنى انكم تجربوها وبالصحه وراحه.